الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الواحد والثلاثين من يناير لدينا تطورات هامة لدينا تفاصيل عسكرية لم يعرضها أحد من قبل لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية سنبدأ مباشرة بالتقدم الروسي الذي حصل في هذه المنطقة في منطقة دانياتسك جنوب غربي دانياتسك باتجاه جنوبي نوفمخيليفكا استطاعت القوات الروسية التقدم على طول هذه المنطقة والسيطرة عليها ووصلت الى بعد مئات الامتار من هذا الموقع الاوكراني الموجود في هذه المنطقه، وطبعا اقتربت القوات الروسيه اكثر فاكثر من خط الامداد او خط الدفاع الذي تحاول القوات الاوكرانيه بنائه امتدادا من كوستانتينيفكا وصولا الى اوغلدار اذا كما تشاهدون هنا توصل يعني وصلت القوات الروسيه وتحاول الاقتراب من هذه المنطقه. ما الذي تفعله القوات الاوكرانيه حاليا تتمركز القوات الاوكرانيه موجوده في هذه المنطقه وتحاول صد هذه الهجمات الروسيه المتواصله اضافه تحاول القوات الروسيه الضغط على المواقع الاوكرانيه الموجوده في نوفا خريفكا في محاوله منها على طول هذه المنطقه لتشتيت الوحدات الاوكرانيه وتشتيت القوه الاوكرانيه يوجد قوه اوكرانيه في هذا المحور في هذا الاتجاه ولكن ليست كافيه لصد اي هجوم روسي ضخم وبالتالي تستطيع القوات الروسيه مواصله عملياتها ولكن هل ستصمد القوات الاوكرانيه هنا يبقى السؤال الهام في هذا الاتجاه، طبعا كما اشرنا في وقت سابق هذا الاتجاه هام جدا وخطير جدا لان القوات الاوكرانيه تحاول منع القوات الروسيه من التقدم باتجاه كوراخوفي وباتجاه هذه المناطق كي لا تفرض اي حصار. يشبه التالي باتجاه القوات الاوكرانيه موجودة في محور جنوبي دانييتس. لن اطيل الكلام في هذا المحور هذا كان كل شيء باتجاه أفدييفكا تشهد يعني معركه افديفكا يعني هجمات متبادله من كلا الطرفين، القوات الروسيه تضغط على هذه المنطقه الرماديه في محاوله لاخضاعها لسيطرتها، كذلك تحاول فرض سيطرتها على هذا المعسكر الموجود في هذه المنطقه تحاول الضغط باتجاه فيما ايضا القوات الروسيه تحاول التقدم محيط تشارسكا او خوتا ولكن في نفس الوقت قواتها تتعرض لهجمات على طول هذه المناطق اذا المعارك كثيفه في اتجاه الجزء الجنوبي الغربي من أفدييفكا كذلك المعارك هي اعرف باتجاه ستيبوفي وبرديتشي كلا الطرفين يضغطين في كافه الاتجاهات في محاوله لتحقيق مكاسب على الارض ولكن الميدان وحده لن لا يكفي لذلك ساتحدث عن موضوع الاسلحه والذخيره والامدادات، موضوع التشكيلات الاوكرانيه الموجوده هنا في هذه المنطقه تحديدا اللواء 110 تعرض لنكبه كبيره لنكسه كبيره في صفوف عديده وعتاده نتيجه الاتكال عليه لصد القوات الاوكرانيه في الجزء الجنوبي من افدييفكا وفي الجزء الشمالي الشرقي من افدييفكا وكذلك في محيط المنطقه الصناعيه اما بقيه الالويه والمجموعات فاللواء 27 تم استنزافه في اتجاه ستيبوفي ايضا في صفوف القوات الروسيه طبعا هناك خسائر في صفوف اللواء 114 الروسي اضافه الى خسائر في صفوف اللواء 15 الروسي الامر الاضافي الاخر احبائي طبعا هي نتيجه الرهان على هذه الالويه واستخدامها كراس حربه في عملياتها الهجوميه وطبعا اللواء 110 الاوكراني نتيجه استخدامه كراس حربه في الدفاع اما فيما يتعلق بموضوع يعني الحشود العسكريه فكلا الطرفين حشدا قوات عسكريه هائله رقبناها سويا وتبعناها ونشرتها وعرضتها لكم كما تشاهدون على الخريطه التي التشكيلات العسكريه لكلا الطرفين، تشاهدون الكم الهائل من الحشود العسكريه، طبعا الضغط متواصل والاخطر من ذلك هو الضغط المتواصل باتجاه شمال القطاع، شمال باتجاه نوفو كالينوفي وكيراميك، تستمر العمليات العسكريه على طول هذه المنطقه حيث يتم الضغط ويتم مواصله العمليات العسكريه من كلا الطرفين. احبائي سنذهب مباشره الى المحور الشمالي او يمكن قول محور يمتد من باخموت وصولا او عبر كريمينا وصولا الى سفاتوفو ماذا تفعل القوات الاوكرانيه وهنا اريد تركيزكم التام ساشرح بعض الامور بمستوى اعلى او متقدم او تفصيلي اكثر طبعا تقوم القوات الاوكرانيه منذ ايام بعد نشاط نشاطات عديده لنقل ارتال وفي اتجاه منطقه كراماتوسك وسلافيانسك هذه هي منطقة السلو... كراماتورسك وسلافيانسك موجودتان هنا تحاول القوات الأوكرانية نقل أرتاج من وإليهما ولكن ما الذي يحصل وما هي الطرق وما هي خطوط الإمداد وأين تتجمع هذه القوات طبعا كما شاهدنا في وقت سابق في معركة كوبيانسك نقلت القوات الأوكرانية قوات من كسيليفكا وكوتليريفكا نتيجه الضغط عليهما الى بعض الاماكن في محيط بيشاني وبيرستوفي فالقوات الروسيه تواصل حاليا عمليات الضغط باتجاه هاتين البلدتين في محاوله للوصول الى سينكوفي وفي نفس الوقت للضغط باتجاه كوبيانسك شرقا ومن الجهه الجنوبيه، لذلك تحاول القوات الاوكرانيه تجميع عدد كبير من قواتها تنقلهم من منطقه خاركيف ومنطقه سلافيانسك وكريماتوسك عبر العديد من الطرق هذه الطرق هي هذه الموجوده هنا هذا هو الممر الاول هذا هو الممر الثاني وهذا هو الممر الثالث اذا احبائي هذه ممرات يتم نقل قوات اوكرانيه عبرها وتصل الى هذه المنطقه هنا هذه القرى الثلاث تتجمع هنا العديد من المركبات والاليات الاوكرانيه طبعا وجودها في هذه المنطقه يعني في الوسط ماذا يعني في الوسط اي بين محور كريمينا وبين محور زفاتوفو وكوبيوسك لذلك الامر الاضافي الاخر بما ان القوات الاوكرانيه يبدو ان لديها كما راينا تشكيلات عسكريه كثيفه في هذه المنطقه وتعاني من نقص في اتجاه بيشاني وبريستوفو وما ذكرته سابقا القوات الروسيه استغلت الفراغ للقيام بهجمات في هذه المنطقه وبما ان القوات الاوكرانيه موجوده بكثافه في هذا الاتجاه في اتجاه تيرني ويامبوليفكا وبما ان خلفهما تضاريس مائيه موجوده هنا في هذه المنطقه فعلى الارجح ان تجمع هذا القوات سيذهب لمن لحمايه محور زفاتوفو من اي هجمات روسيه يعني بمعنى اخر سيكون محور انتقال هذه القوات الى الجهه الشماليه اكثر فاكثر باتجاه بيشاني وبريستوفي وفي المناطق الخلفيه في محاوله لعدم حصول الروس على اي موطئ قدم في اتجاه في هذه الاتجاهات لماذا لان المنطقه هنا باتجاه جنوبي شرقي كوبيانس تم زرع الالغام زرع كثير من الالغام في هذه المنطقه باتجاه كوريليفكا والمنطقه الصناعيه هنا لذلك تحاول القوات الاوكرانيه حاليا ربما تشكيل خط دفاع ثاني بمحيط كوبياس على الشكل التالي في محاوله منها لصد هذه الهجمات وفي نفس الوقت تحاول الحفاظ على وجود كامل قواتها عشرات الالويه الموجوده في هذه المناطق وهذه المناطق لصد الهجمات الروسيه في الخطوط الاماميه، بمعنى اخر كما يحصل في اتجاه افدييفكا القوات الاوكرانيه تحاول الحفاظ على اكبر قدر من المواقع حتى يتسنى لها بناء خطوط دفاعيه في المناطق الخلفيه كما تشاهدون على النحو التالي او ما يشبه النحو التالي، لذلك تبقى هذه القوة العسكرية التي يتم نقلها هذه الأرتال التي يتم نقلها إلى هذه المنطقة هنا موضع السؤال ما الذي ستفعله القوات الأوكرانية هل ستهاجم وتحمي يعني هل ستدافع هل ستتم إلى هذه المنطقة وتدافع وتحمي هذا الاتجاه من وكوبياسك أم سيتم استخدامها بضربات بشن هجمات إضافية ربما تضغط على القوات الروسية طبعا كان هناك منذ مدة طويلة نوع من الاقتراح ان يتم الضغط وكان هناك تم العمل عليها لعده ايام ان يتم الضغط باتجاه زباتوفو نفسها نظرا لقرب القوات الاوكرانيه منها ولكن تبقى هذه المعلومات يعني موضع تساؤل ما الذي سيستخدمه ما الذي سيفعله القوات الاوكرانيه في هذا الاتجاه طبعا احبائي فيما يتعلق بمحوري بخمت الامور هادئه ما زالت اشتباكات مستمره ولكن كخريطه سيطره هي هادئه لم تتغير اما في اتجاه خيرسون وكرينكي فقامت القوات الاوكرانيه بوضع انظمه حرب الكترونيه وتركيز مجموعات طائرات بدون طيار للعمل على القوات الروسيه في اتجاه كرينكي في محاوله لمساعده المجموعه الاوكرانيه الموجوده هنا والمحاصره إذا أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح، أي جديد سأوافيكم به طبعا أتمنى من حضرتكم الانضمام إلى القناة، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة، هذا الجهد يحتاج لتفرغ كامل، يعني كل معلومة كل ثانية في هذا الفيديو تحتاج لساعات للحصول عليها من مصادر الخاصة، لذلك رجاء أتمنى من حضرتكم أن لا تنسوا الدعم المادي للقناة، وطبعا أريد أن أشكركم على محبتكم وثقتكم ودعمكم. والى اللقاء بفيديو اخر